السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك الكريم؟ ياسين أحمد فاري. يا ياسين، ثلاث خطوات إلى مكة. الخطوة الأولى، قد اعتمرت من قبل؟ لا، على مقا اعتمرت. حلو، مقا اعتمرت. الخطوة الثانية، جوازك موجود؟ جوازي؟ ما معش جواز والله. وكيف بنسافر؟ وكيف بنسافر؟ ما معش جواز، مقا قطعك أصلا. يلا خلاص، لا ما تقطع إن شاء الله نلتقي إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. يلا شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال؟ الحمد لله. سلمك. ثلاث خطوات إلى مكة، عمرتك معنا. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ نعم، قد اعتمرت. اعتمرت. الله يتقبل. الحمد لله. يلا شكرا لك. حياك الله. اسمك الكريم؟ سالم كرامة مبارك الجابري. يا سالم، سلمك الله من كل شر. الله يسلمك. ثلاث خطوات إلى مكة إن شاء الله. إذا عديت أنت وكاء الله مكة إن شاء الله. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ لا والله. حلو، هذه أول خطوة إن شاء الله. الخطوة الثانية، جوازك موجود؟ لا والله، ما هي مجددة. ما شو مجددة؟ نعم، للأسف الشديد، لكن إن شاء الله معوض مرة إن شاء الله بإذن الله. يلا شكرا. الله يعطيك العافية. اسمك الكريم؟ محمد شهر الدين. محمد شهر الدين. شهر الدين. نعم. حياك الله. من أين؟ من ماليزيا. من ماليزيا. نعم. طيب، حياكم الله. ثلاث خطوات إلى مكة. إذا عدينا الثلاث الخطوات ممكن نروح أنا وأنت مكة. كيف؟ إن شاء الله. أقول إن شاء الله. إن شاء الله. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ نعم. سويت عمرة؟ نعم الحمد لله. سويت؟ نعم. إحنا بغينا واحد ما سوى عمرة. آه أيوة، لكن إن شاء الله مرة ثانية. نعم إن شاء الله. يلا شكرا، جزاكم الله خير. جزاكم الله. الله حرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك الكريم؟ حسن أحمد عبد الله المصلي. حياك الله يا حسن. من وين؟ من تريم عيديد. من تريم عيديد. نعم. ايه، بقعه؟ بقعه زينه ان شاء الله. بقعه زينه وزين ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شيء الجديد يدين عندكم؟ من عندي. حياك. ثلاث خطوات الى مكه ان شاء الله. قرب ان شاء الله. مشتاق للعمره؟ اكيد. ها؟ اكيد. قول يا رب. يا رب. قول من نصيبك ان شاء الله. اول خطوه. قد اعتمرت من قبل؟ لا والله ما قد اعتمرت. يا ريت. يا ريت. نعم يا ريت. طيب الخطوه الثانيه، هذه دائما تعرقنا. جوازك موجود؟ موجود. مجدد جاهز؟ ايوه. يعني ساري المفعول؟ ايوه، قبل سنتين. سنه ونص تقريبا. ها؟ قبل سنتين سويت. قبل سنتين. قبل سنتين. يا سلام عليك. اعطوني الاحرام. ما شاء الله. السؤال الاخير يا شيخ. السؤال الاخير، اوريك الاحرام عشان تشوف تتشجع. ها؟ يا سلام، ما اجمله. زيارة بيت الله الحرام. آمين إن شاء الله. والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. زيارة المسجد النبوي. اللهم صل على. السؤال يقول، الآن باقي لك هذه الخطوة. إن شاء الله نتجاوزها. مالك متوتر؟ إن شاء الله نتجاوزها. بس متوتر قوي. الله. الله يدبر إن شاء الله. طيب، كم مرة ورد لفظ الحج في القرآن الكريم؟ لفظ اللفظ. اهدوا يا شباب، اهدوا. 11 تقريبا. 11 مرة. ها؟ 11 مرة. 11. 11 مرة تقريبا. ايوه. تأكد. تأكد. 11. اكيد اكيد. اكيد. 11 تقريبا. قال 11. 11. سمعتها الآن من الناس؟ لا والله. ها، ما سمعت؟ لا والله. يعني متأكد منها؟ إن شاء الله. 11 مرة إن شاء الله. 11 مرة. 11. اسكي جرب ال جرب جرب بس أنا أشوف بس المقاس. تمام. مع أذان المغرب شوف إن شاء الله يا رب. مع أذان المغرب وإحنا نكتب لك ونقول لك مبروك عليك العمرة. الله يبارك فيك إن شاء الله. حياك الله. أشي أسمع أكبر تلبية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مبروك عليك. من هنا من تريم محافظة حضرموت معنا الأخ، قلت لي حسن أحمد عبد الله المصلي. حسن المصلي فاز معنا بجائزة ذهب إلى عمره.